مكملين معكم وحنروح لمساحتنا القانونية لليوم اللي هي تاني فقراتنا يا ليلى. تماما يا رشا، وصلنا لمحطتنا القانونية اللي رح نحكي فيها بشكل مفصل عن القانون رقم 42 لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة مع الأستاذ أحمد فجر عيسى قاضي التحقيق المالي بريف دمشق. يسعد صباحك. صباح الخير والسعادة لكم ولجميع المشاهدين. هلا وسهلا فيك. نحن اليوم بدنا نضيء على قانون صدر بنهاية عام 2023. أكيد. هذا القانون فرض عقوبات على أفعال بتخل بسير العملية الامتحانية للشهادات العامة. أو شو بدي لك؟ صباح الخير. صباح الخير. يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم نحن بعدنا بفترة الامتحانات، خلينا نروح للقانون اللي ذكرته اللي هو 42 ونضوي عليه بشكل أكثر. شو محتوى هذا القانون؟ تماما، القانون 42 هو جرم أفعال تؤثر على سير العملية الامتحانية للشهادات العامة. نحن خلال تنفيذنا والنظر في الدعاوى التي كانت تعرض علينا واجهنا صعوبة أو مشكلة بأن بعض الأفعال ذات الخطورة الكبيرة المتعلقة بتسريب الأسئلة أو التلاعب بعملية التصحيح النتائج لا يوجد نص في القانون يجرمها، و مبدأ دستوري وأساسي في القانون الجزائي أن لا جريمة ولا عقاب إلا بنص. ودليل على حيوية السياسة الجنائية في سوريا، فقد تم تجريم وضع عقوبات وتوصيف أفعال تعتبر جرائم في حال مست في العملية الامتحانية. ولسنا بصدد شرح أسباب تجريم ذلك لأنها واضحة للجميع. نعم. الضرر الذي ينال من سمعة الشهادات التي تصدر عن الأجهزة الحكومية السورية، بالإضافة إلى الجهد الذي يبذله الطالب في دراسة المنهاج طيلة العام، وشخص آخر بدون أن يبذل هذا المجهود يحصل على نتائج قد تكون أفضل من النتائج التي يحصل عليها. بداية عرف القانون ما هي الشهادات التي ينطبق عليها الجرائم، أو ما هي الامتحانات للحصول على شهادات ينطبق عليها هذا القانون، وهي شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والشهادات التعليم الثانوي بكل فروعها. ولا بد من الإشارة والتوضيح أن نصوص التجريم لا تطال الطالب أو الممتحن، إنما تطال من يشرف على الكادر الذي يشرف على إتمام هذه العملية. وقد كان القانون ملما وشاملا بجميع مراحل العملية الامتحانية، من مرحلة وضع الأسئلة وتوزيع أسئلة الامتحانات حتى مرحلة تصحيحها والنتائج، مرورا بالمرحلة الامتحانية بحد ذاتها. لم يفرض عقوبة على كل واحدة على كل تلك الأفعال التي تخل في هذه العملية، وإنما قام بفرض عقوبات تتناسب مع جسامة الفعل والضرر الذي نجم عن فعل من قام بالإخلال في العملية الامتحانية. بداية النص على جريمة جنائية الوصف، وهي أشد أنواع الجرائم، وعقوبتها تكون شديدة، حدها الأدنى 3 سنوات من السجن وغرامة بين 3 إلى 5 مليون ليرة سورية. كل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات سواء 3 سنوات، وهي عقوبة جنائية الوصف، أي تنظر بها، تبدأ دعوى الحق العام أمام قاضي التحقيق ثم قاضي الإحالة ثم محكمة الجنايات. هنا نلاحظ أن المشرع فرض عقوبة شديدة على هذه المرحلة. طبعا أن من يقوم وضع الأسئلة وتوزيعها محصور بعدد معين من الأشخاص، وخيانة تلك الثقة الموضوعة بهم لابد أن يقابلها نص وعقوبة جرمية شديدة توازي الفعل الذي قاموا به. ثم ننتقل إلى مرحلة التصحيح، تصحيح الورقة الامتحانية ووضع النتائج على أعمال الطالب لما قدمه في الامتحان. هنا كانت العقوبة جنحية الوصف، لكن أيضا حدها الأدنى سنة، أي رفع الحد الأدنى للعقوبة.
أيضا يوجد حبس ولمدة سنة كحد أدنى للعقوبة وغرامة من 3 إلى 5 ملايين. أي تلاعب في مرحلة التصحيح ووضع النتائج. في عقوبات اليوم لكل نوع من هذا التلاعب أكيد 100%. ثم ننتقل إلى عقوبة أقل، انخفض بالحد الأدنى للعقوبات لمن ينتحل صفة غيره لتقديم الامتحان، فنحن أمام عقوبة تتراوح من 2 إلى 6 أشهر وغرامة لقمع هذه اليوم الشخصين بيتعاقبوا أستاذ؟ عفوا، هي هون نحن من 2 إلى 1 سنة. أما من يسهل من الكادر المشرف على عملية الامتحان يسهل عملية الغش ضمن القاعة أو التشويش على عملية الامتحان، فهنا نكون أيضا أمام عقوبة الحبس وهي عقوبة جنحوية الوصف من 2 إلى 6 أشهر. تمام أستاذ، ذكرت أنه اللي بينتحل شخصية غيره اليوم طالب راح حدا غيره قدم عنه الامتحان، اليوم الاثنين بيتعاقبوا الطالب والشخص اللي راح قدم عنه ولا بس الشخص اللي راح قدم عنه الامتحان؟ طبعا من انتحل شخصيا، نحن قلنا الطالب لا يطاله نص التجريم هذا، مو معناته أنه ما في عقوبة له، مو عقوبات جزائية، لكن في عقوبات لجان انضباطية ولجان ضمن الامتحانات قد تقرر بمعايير خاصة بوزارة التربية، إن كان حرمانه من الامتحان، إلغاء الورقة، يوجد نصوص تطال الطالب. أما نحن هون بمن يتلاعب بسير العملية الامتحانية، وبالتالي من انتحل الصفة هو من يطاله العقاب. طيب خلينا نروح أستاذ أحمد، لحضرتك ذكرت أنه ضمن قانون تم النص على عقوبات مدة 3 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية بموضوع تسريب الأسئلة. اليوم لحتى يروحوا لتطبيق هاي العقوبة نحن بحاجة لإثباتات وأدلة. اليوم من الجهات المختصة أو الجهات المعنية كيف قادرة تثبت عملية التسريب؟ شو هي الإجراءات لإثبات هذا الجرم؟ طبعا نحن أي جريمة مهمة الضابطة العدلية استقصاء هذه الجرائم وجمع الأدلة عليها. ممكن أنا بحسب تصوري وخبرتي من خلال الملفات التي نظرت بها سابقا بهذا المجال، ممكن أن يكون ضبط بالجرم المشهود، ممكن أن تكون مراسلات على الجوال تثبت قيام التسريب. أدلة الإثبات مفتوحة في هذا الموضوع، والمعيار الأساسي للقناعة الوجدانية للقاضي الأدلة المتوفرة بالملف تعرض على القضاء، والقاضي هو من يقوم بوزن هذه الأدلة. طيب أستاذ، اليوم وقتنا نحكي عن هذا القانون قديش هو المهم اليوم بحياتنا وخصوصا للطلاب، يعني فعلا اللي عم يدرسوا ويتعبوا من قلبهم ولأهاليهم اللي عم يقدموا لهم كل شيء بيقدروا عليه، وقديش اليوم هذا القانون بيعزز النزاهة بالعملية الامتحانية؟ طبعا هلا وانا جاي على الاستوديو لعند يوم امتحان كان عجز الأهالي اكثر من الطلاب طبعا، والإنسان لما يشوف الطلاب طالعين بيشوف الأمل فيهم، بيشوف رجعت انا وانا عم شوفهم رجعت عشت المراحل اللي نحن كنا تماما اللي نحن كنا فيها. كان جدا ظالم وجارح للطالب ان يبدد تعبه وياخذ فرصته طالب اخر لم يبذل اي جهد، فهو انا على ثقه كامله بانه مريح لزوي الطلاب وللطلاب زوي الطلاب كي يكونوا على ثقه ان لا يتورطوا مع اي من يدعي أمامهم بقدرته على مساعدة أبنائهم بطريقة غير مشروعة، كونه هذا الفعل أصبح يطاله جرائم شديدة، وأنا على ثقة أن عدد الجرائم سوف ينخفض بعد الحد الكبير لتشديد العقوبات، سيما وأن القانون نص أيضا على عدم منح أسباب المخففة التقديرية ووقف الحكم النافذ في قانون العقوبات بشكل عام وفي الجرائم العادية. فيما خلا ما نص عليها نص خاص، يمكن للقاضي أن يستبدل عقوبة الحبس بالغرامة، يمكن أن يخفض من العقوبة مقدار معين في حال، ولكن لا تلغى بحسب سلطته التقديرية. لقد نص القانون 42 على حجب هذه السلطة، وبالتالي سوف ينال العقوبة المنصوص عليها في القانون، ولا يعني لا يوجد إمكانية للهروب من هذه العقوبة. بالإضافة إلى أن وقف الحكم النافذ هو إعفاء المحكوم من ربع المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها، أيضا هي محجوبة عن هذا القانون.
بالمناسبة الجرائم التي حجبت أسباب المخففة التقديرية عنها ووقف الحكم النافذ معدودة على عد الأصابع. هذا دليل على إيلاء المشرع السوري لأهمية قصوى لتجريم هذه الأفعال لما تسبب من ضرر عام. خلل أكيد اليوم طلابنا بيستحقوا كل الخير بعد كل هذا التعب، ولكن نحن اليوم أيضا في إجراءات قضائية اتخذت بموضوع التلاعب بتصحيح أوراق الامتحانات، اليوم كيف نظر القانون لهي النقطة؟ هلا بهذا الموضوع نحن أمام قانون تم سنه بنهاية العام 2023، وأول عملية امتحانية في ظل سريان هذا القانون هي العملية الحالية. فالحالات لسه جديدة وطور لسه ما في حالات، عم نسمع عن وجود حالات وضبوط تنظم، لكن لم تصل إلى مرحلة البت بها قضائيا. كيف اليوم الآلية قضائيا اليوم؟ الآلية بعد أن طبعا يمكن لهذه الجرائم يمكن أن يتم ضبطها من الضابطة العدلية وهي أجهزة الشرطة، أو من أثناء المرحلة الامتحانية يمكن تنظيم ضبوط وإحالتها للقضاء. بعد إحالة تلك الضبوط إلى القضاء يتم حسب نوع الجرم كما قلنا، إن كان جرم جنائي الوصف وهو مادة واحدة اللي هي تسريب الأسئلة جنائي الوصف، يلاحق كالجنايات من قاضي التحقيق ثم الإحالة ثم محكمة الجنايات. أما باقي الجرم الجرائم الجنحية الوصف يتم إحالة الضبوط إلى النيابة العامة التي تنظر في المقبوض عليه، تحدد حالته هل هو يمكن محاكمته موقوفا أمام محكمة بداية الجزاء أو تركه ومتابعة الدعوة بحقه أمام محكمة بداية الجزاء. معيار ذلك هو الأدلة المتوفرة وظروف إلقاء القبض أو ظروف تنظيم الضبط بحق المدعى عليه. طب اليوم قبل ما يصير تنظيم أو ضبط أي عملية غش، في آليات يمكن بتستخدمها وزارة التربية لتطبق هذا القانون بشكل فعال قبل ما تبلش المراحل الامتحانية أو ببداية المراحل الامتحانية؟ خلينا نحكي شوي عن الآليات المستخدمة. الآليات نحن هون سؤال حضرتك عم يحكي عن عملية غش، يعني عم نحكي عن شيء طالب عم يرتكب غش. نحن هذا القانون براته إطلاقا. نحن هذا القانون على الجهات الموكل على الكوادر المشرفة اليوم موكل إليها تنفيذ عملية المرحلة الامتحانية، تنفيذها الإشراف عليها من المرحلة الأولى وهي تحديد الأسئلة وطباعتها إلى مرحلة توزيعها. كما نعلم أنه يتم توزيع الأسئلة الامتحانية بوقت واحد ضمن إشراف وزارة التربية، ضمن مغلف مختوم ومغلق يتم فتحه وفق إجراءات معينة. أي إخلال بهي الجزئية يطاله النص الأول اللي هو تسريب الأسئلة وهي عقوبة جنائية الوصف. قطعنا مرحلة توزعت الأسئلة، فتنا على القاعة. في حال قام أحد الكوادر بتسهيل عملية الغش للطلاب بما يتخللها من فوضى أو من خلال السماح بمصطلح عام التنقيل من بعض أو السماح بإدخال مصغرات، قد يكون ذلك. هنا أيضا يطال النص جرم هذه الأفعال بعقوبة جنحية الوصف وصولا إلى مرحلة التصحيح والتلاعب بالنتائج. وبالتالي القانون ضبط كل مرحلة العملية الامتحانية وهو موجه إلى نصوص التجريم موجهة إلى الجهات المشرفة والتي تقوم بتنفيذ هذه المرحلة. يمكن اليوم الأهالي بهمهم جدا تصحيح الأوراق الامتحانية، وسمعنا كثير بالسنوات الماضية أنه كان في حالة تدمر من الأهل، حالة رفض أنه أنا ابني أنا كاتب غير هيك، أنا مفروض تكون علاماتي غير هيك، وراحوا قدموا شكاوي ضمن وزارة التربية، ولكن دائما الرهان على الوقت. اليوم هل الوقت يعني حيكون يسعف الطالب قبل الجامعات وقبل المعدلات بموضوع تصحيح الأوراق الامتحانية؟ هلأ بصراحة أنا كقاضي بعيد عن هذه المرحلة إطلاقاً. أنا كقاضي مهمتي معالجة أي خلل اكتشف أثناء عملية التصحيح. يعني الطالب بعد ما تقدم باعتراض قد يتبين أنه بالفعل وقت التصحيح كان تم التلاعب بنتائجه إعطاءه لغيره أو ما بقدر أتصور الحالات الممكن تكون،
وقتها يتم تنظيم ضبط بمن قام بهذا الفعل وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه. أما من ناحية مدى الوقت حسب مدى كفاءة مدى أحقية النتيجة التي حصل عليها الطالب مع ما تم كتابته من نتائج تعود لوزارة التربية، وأنا على علم شخصي بعدة حالات وصلوا لحقهم، تم تدارك هذا الموضوع، تعديل نتائجهم والمفاضلة فيما بعد للدخول الجامعة. يمكن هاي النقطة الإيجابية المهمة جدا بالنسبة للأهالي يعني ضمن هاي الظروف. يعني طبعا نحن التعليمات الناظمة للعملية الامتحانية تتيح أن يتم إعادة النظر في النتيجة التي استحقها الطالب في حال كان هناك اعتراض على ذلك. تماما، احيانا بتكون الاعتراضات مو دائما بيكون نتيجه عمليه غش، احيانا بيكون في خطا بجمع المعلومات، بينعاد جمع المعلومات بنسميه وضع النتائج على الاجابات التي قدمها الطالب. طبعا هنا يمكن اعاده النظر فيها، لكن هذا الموضوع تحكمه تعليمات ونظم تصدر عن وزاره التربيه لكوادرها، لا يتدخل القضاء في هذا المجال اطلاقا. نحن مجال عملنا الجرائم. تماما، حتى ضبط هذا الشيء خلال القاعة الامتحانية اليوم مثل ما ذكرت انه الغش او المصغرات او اي قصة نقل من طالب لطالب، اليوم احيانا في طلاب فعلا بتكون دارسة بتتشوش عليها هي القصة، او ممكن ينقلوا غلط يشككوا بمعلوماتهم. هي العملية كثير مهمة اليوم، لذلك نص عليها القانون بعقوبة جنحية الوصف، وهي تطال الكادر المشرف على الامتحان. بالفعل يعني نحن كنا يوما ما طلاب حشنا نفس المرحلة تماما، بيكون شخص وقت الامتحان بمرحلة تركيز فائقة، اي خلل حواليه، اي تشويش، يحس انه قله ثقته بنفسه بتزيد، بصير واحد مثل ما تفضلتي حضرتك ممكن يلغي اجابته الصح ويكتب اجابه سمعه من زميل فاشل له. سياده القاضي، بسؤال اخير لو سمحت، اليوم قضائيا كيف نظرتك القضائيه، كيف راح ينعكس هذا القانون ايجابيا على سير العمليه الامتحانيه؟ تماما، الغايه من التجريم باي سلوك لاي فعل هو تحقيق الردع العام والردع الخاص. الردع الخاص يطال نفس من ارتكب الجرم، عندما تكون العقوبة شديدة لن يجرؤ على إعادة ذلك الفعل. الردع العام من خلال تنفيذ ضبوط وإحالتها بموجب القانون 42 و إعلان ذلك على الرأي العام وصدور أحكام قضائية مستندة إلى أدلة بإدانة تلك الأفعال، من المؤكد أنها سوف تساهم في تحقيق الردع العام لذلك الفعل وانخفاض عدد تلك الجرائم للوصول إلى مرحلة امتحانية نزيهة. الطالب بذل جهد يأخذ نتيجة تعادل ذلك الجهد. إن شاء الله بالتوفيق لحضرتكم، وشكراً لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها، ونتمنى نحن دائماً الطالب ياخذ حقه بالامتحان، ياخذ تعبه وتعب أهله يعني ضمن المرحلة اللي عم نعيشها. شكراً لحضورك الأستاذ أحمد فجر عيسى، قاضي التحقيق المالي بريف دمشق. يسعد صباحك مرة ثانية. شكراً لكم ويسعد صباحكم وصباحكم سعادة.